من يوم ما أجت الإدارة وهي بتفكر شو تعمل للأحسن للرياضة الفلسطينية، بعلاقاتنا من خلال أصحابنا دلونا على مدربين طليان معروفين، وهم حابين كانوا يخدموا لفلسطين. هم دربوا بالإمارات، دربوا بالسعودية، بليبيا وبالكاميرون، فهم حابين يخدموا الفلسطينيين عن طريق الرياضة الفلسطينية. أنا بلعب كرة قدم بالنادي الأهلي من 19 سنة، لأول مرة بيكون في إضافة إنه يكون مدرب أجنبي هو مسؤول عن الفريق. حتى هاي اللحظة تمرنا مع تمرين واحد، طبعا هناك فارق كبير من ناحية فكر، من ناحية تكتيك، من خلال ما لاحظنا حتى على طريقة، حتى في مستوى طريقة تفكيره، تفكير الرياضة العالمية عندما تطبق في الأراضي الفلسطينية، فهذا إنجاز. الرياضة يمكن أن تساعد الشبان، ولذلك جئت إلى هنا لا لأتحدث في السياسة، بل لأساعد البلد وأساعد هذا النادي بتقديم خبرتي. أعتقد أن عندكم كثير من الشبان الجادين الذين يريدون أن يعملوا وأن يتعلموا، وأعتقد أن هذا البلد نموذجي لتحقيق ذلك.